और अब बाकायदा इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस का आगाज हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने स्टेज के ऊपर कारी अल मुकरी कारी मोहम्मद फैसल अशरफ साहब आप समुद्री इंशाल्लाह अपनी पुरसूर आवाज के अंदर तिलावत कलाम पाक आपके सामने पेश करेंगे कारी मोहम्मद फैसल अशरफ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yeah.
وَوَجَدَكَ اللَّهُ
وجدك عائلا فأغنى ألم ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله.